استني استني يا تميمة ان انا افتح. اه لحسن يطلع المخفي جامد. العواف العواف يخت بيتي يا علي. بقول لك ايه، عايزاكي تعملي يا اختي تاتو على كعب رجلي. من عينيا يا ساميه. اللي صحيح يا بنتي يا تميمه اللي سمعته ده؟ يا اختي اللي سمعتيه ده؟ انك يا اختي كنت هتولعي في روحك. اه اصل كنت بردانه قلت الدفى. بقول لك ايه يا بنتي يا تميمه، انت عارفه يا بنت لو سبتيلي نفسك لحد فيكي دفى عمرك يا اختي ما شفتيه في حياتك. ويا بنت نزلي ايدك لا تتلسعي. يوه ليه؟ لو انا كنت يا اختي قلت لك حاجه عيب في ايه يا بت؟ بت 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 في ايه انت؟ شايفاني حافيه بلعب معاكي الاولى في الشارع، ما تلمي روحك. خلاص يا ست تميمه حلو كده؟ لا يا اختي مش حلو كده. ومالك يا اختي حطاني في دماغك كده ليه؟ يا بنت صعبان عليا البهدله اللي انت فيها دي، مش ليكي اسمعي مني. لا ما يصعبش عليكي غالي، انا بقى فقريه واحب الفقر بس بشرفي. زيادة بشربها زيادة. بقولك ايه يا عليا، عايزك يا اختي تعملي كده ايه تاتو من هنا لهنا ماشي؟ بس كده حاضر. يلا قومي قاعدة ليه؟ ما عنديش حنة هنا، هبقى اجيلك. ماشي بس ما تتأخريش عليا. ما تعمليش زي المرة اللي فاتت العواف. ليه تشك في كعبها؟ حكى على انت كمان. بقولك ايه؟ شكرا على الجلابيه، اخش العبها عشان انزل اشوف الهم اللي ورايا. طب تعالي بقى في اي وقت هستناكي. ماشي. الله يا صباح الفل. يا واد انت مش تبطل شغل الحراميه ده؟ انا شفتك طالعه قمت جاي معايا بقى افطار، وقلنا نفطر مع بعض هناكل لقمه وافتح لك نفسك. يا اخويا انا ما بفطرش. ازاي ما بتفطريش؟ صحتك طيب، ده الفطار ده مهم جدا. انت ما بتتابعيش برامج التلفزيون ولا ايه؟ تعال هنا. ده الاستاذ وائل الابراشي امبارح عامل حته برنامج عن اهميه الفطار في حياه المصري. اه والله. بقول لك ايه؟ انا واد جدع قوي وهتحبيني قوي 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 وكيوت قوي. انا جايب الفطار ده عشان اعلي لك مزاجك. لا يا حبيبي، انا مزاجي عالي على طول. حلو ده، اتكلم بقى. بقول لك ايه يالا؟ انت مين اللي حدفك عليا؟ انا قاعده يا اخويا اجيبها كده من امبارح يمين في شمال في دماغي مش جايباك خالص ومش جايبه معايا موضوع الشغل ده. صدق عيب كده قوي بقى، انت كده جرحتلي مشاعري. عيب يا سوسو، انا يمكن اخش على بنت حتتي وانا في نيتي حاجه مش كويسه. يعني مش الشيخ زياد اللي بعتك؟ زياد ايه بس يا سوسو؟ انا بقول لك ايه، قلت لك اللي في نيتي وفي ضميري، عايزه تساعديني وتقفي جنبي كنبه، مش عايزه بلاش لف ودوران. وانت عايز تشتغل معايا ايه بقى ان شاء الله؟ رقاصة ولا مروحة؟ رقاصة ايه ومروحة ايه؟ أنا عايز أخلع، عايز أسيب البلد دي، عايز أهج، عايز أخطي الحدود بقى، أروح البلد اللي كلها نعنشة. آه مش بقوله اللي يخطي يعدي. بقول لك إيه يالا؟ أنا دماغي مش رايقة لك خالص، هات من الآخر وقول لي أنت عايز إيه بالظبط. عايزك تسفريني، تخرجيني بره البلد دي. بيقول لك إيطاليا إيه؟ جنة، اللي يروح هناك يعمل الفلوس اللي هو عايزها. عارفة رجل أعمال أبو راسين؟ هو كان هو قد كده سافر إيطاليا، ما كانش حالته اللضة. اتجوز بنت اماريه خد الجنسيه وانطلق، ومن يومها بقى قاعد يفتح مصانع في مصر في كل حته. لو حد قال لك يا اخويا ان انا فاتحاها مكتب سفريات، انا يا اخويا عمري لا سفرت حد لا بره ولا جوه. وماله؟ يبقى ليك السبق، ابقى انا اول واحد تعملي معاه كده. وهستفيد ايه بقى منك ان شاء الله؟ هدعي لك. كسبت صلاه النبي. ماشي قول وراك ايه النهارده بالليل؟ انا ما وراش اي حاجه، انا فاضي على طول. خلاص يبقى تعدي عليا وانا رايحه الشغل، وهناك نشوف موضوع السفريات ده هيمشي ازاي. الله عليك مروحه، بس قلبك مليان خير. عشان خاطر يا سلام، عشان خاطر يا ابني. بص انا هشكره ونمشي على طول، مش هكلمه الا دقيقه واحده. والله العظيم يا حاجه ما ينفع، الراجل بينزل من صباحيه ربنا يروح الشغل، بيخلص على الساعه 9 بالليل، ازاي بس؟ طب خد لنا معاه ميعاد بس. يا جدعان انا شايف انه ملوش لزوم، الراجل عمل كده ومش مستني شكرانيه من حد. وماله يا ابني؟ برضه نشكره على اللي عمله معانا، هي دي الاصول يا حبيبي. طب ماشي، انا هظبط ميعاد واقول عليه. رب. الله! يا صباح الفل. يا واد انت مش تبطل شغل الحراميه ده؟ انا شفتك طالعه، قمت جايب معايا بقى افطار، وقلنا نفطر مع بعض هناكل لقمه وافتح لك نفسك. يا اخويا انا ما بفطرش. ازاي ما بتفطريش؟ صحتك طيب، ده الفطار ده مهم جدا.
انت ما بتتابعيش برامج التلفزيون ولا ايه؟ تعال هنا. ده الاستاذ وائل الابراش امبارح عامل حته برنامج عن اهميه الفطار في حياه المصري. اه والله. بقول لك ايه؟ انا واد جدع قوي وهتحبني قوي 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 وكيوت قوي. انا جايب الفطار ده عشان اعلي لك مزاجك. لا يا حبيبي، انا مزاجي عالي على طول. حلو ده، اتكلم بقى. بقول لك ايه يالا؟ انت مين اللي حدفك عليا؟ انا قاعده يا اخويا اجيبها كده من امبارح يمين في شمال في دماغي، مش جايباك خالص ومش جايبه معايا موضوع الشغل ده. صدق عيب كده قوي بقى، انت كده جرحتلي مشاعري. عيب يا سوسو، انا اليوم كان اخش على بنت حتتي وانا في نيتي حاجه مش كويسه. يعني مش الشيخ زياد اللي بعتك؟ زياد ايه بس يا سوسو؟ انا بقول لك ايه، قلت لك اللي في نيتي وفي ضميري، عايزه تساعديني وتقف جنبي كنبه، مش عايزه بلاش لف ودوران. وانت عايز تشتغل معايا ايه بقى ان شاء الله؟ رقاصة ولا مروحة؟ رقاصة ايه ومروحة ايه؟ انا عايز اخلع، عايز اسيب البلد دي، عايز اهج، عايز اخطي الحدود بقى، اروح البلد اللي كلها نعنشة. مش بقولوا اللي يخطي يعدي. بقول لك ايه يالا؟ انا دماغي مش رايقلك خالص، هات من الاخر وقولي انت عايز ايه بالظبط. عايزك تسفرين، تخرجيني بره البلد دي. بقول لك ايطاليا ايه؟ جنة، اللي يروح هناك يعمل الفلوس اللي هو عايزها. عارفة رجل اعمال ابو راسين؟ هو كان هو قد كده سافر ايطاليا، ما كانش حالته اللضه. اتجوز بنت امرايه، خد الجنسيه وانطلق، ومن يومها بقى قاعد يفتح مصانع في مصر في كل حته. لو حد قال لك يا اخويا ان انا فاتحاها مكتب سفريات، انا يا اخويا عمري لا سفرت حد لا بره ولا جوه. وماله؟ يبقى ليك السبق، ابقى انا اول واحد تعملي معاه كده. وهستفيد ايه بقى منك ان شاء الله؟ هدعي لك. كسبت صلاه النبي. ماشي، قول وراك ايه النهارده بالليل؟ انا ما وريش اي حاجه، انا فاضي على طول. خلاص، يبقى تعدي عليا وانا رايحه الشغل، وهناك نشوف موضوع السفريات ده هيمشي ازاي. الله عليك مروحه، بس قلبك مليان خير. عشان خاطر يا سلام، عشان خاطر يا ابني. بص انا هشكره ونمشي على طول، مش هكلمه الا دقيقه واحده. والله العظيم يا حاجه ما ينفع، الراجل بينزل من صباحيه ربنا يروح الشغل، بيخلص على الساعه 9 بالليل، ازاي بس؟ طب خد لنا معاه ميعاد بس. يا جدعان انا شايف انه ملوش لزوم، الراجل عمل كده ومش مستني شكرانيه من حد. وماله يا ابني؟ برضه نشكره على اللي عمله معانا، هي دي الاصول يا حبيبي. طب ماشي، انا هظبط ميعاد واقول لي عليه. ربنا يخليك. داخل ابو تريكه. ايوه ايوه. ولا عرطيني. الله عليك. هلا 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 يلا 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 ما تخرجش. تعالى هنا. مطرح ما كنتي. اوعى ايدك. مش قبل ما تتربى الاول. هو يا بنت نزلي ايدك احسن، انا نفسي الشمش بقى على دماغي. انت بناتي ولا ايه؟ ده بنت لابسه فوق البدله اللي انت لابساها ده. تعالي مدرسانه يا بنت الكلب. اوعى انت اللي افتكرت. سيبها لي. سيبها لي يا جابر، سيبها لي. خديها. سيبها لي. خديها. عدي عدي امشي يا جابر، ده انا هربيك. اوعي. بقول لك ايه؟ هات الحبل ويلا. حاضر. امشي. يا اولاد الكلب انتوا اللي بتعملوا. قولي لحسن قفل قد ما.